الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، وليس هناك أفضل من الانشغال بالقرآن، فبه نحيا وعليه نموت، ونسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الجنة للمؤمنين العاملين بالقرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نؤمن به ونتبعه ونقتدي به على مر الزمان. ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون من جملة من يشتكي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل منهم بسبب هجرهم للقرآن. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام المشتركين في دورة حفظ منظومة الشاطبية. واليوم إن شاء الله نبدأ ومع الأسبوع الثاني أو بداية الأسبوع الثاني من الدورة المباركة، ونبدأ من هذا البيت الذي هو برقم 26. وفي الشرح طبعا أبدأ من البيت الذي قبله، وإحنا أخذناه في الحلقة الماضية الأخيرة في الأسبوع الماضي يوم الأربعاء، إلا أن هناك ترابط بين البيتين، حيث أن البيتين يتكلمان عن القارئ والرواة أو الرويان الخاصين به. قال الشاطبي رحمه الله: فأما الكريم سر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالوا نعيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا. هنا ذكر الناظم رحمه الله أول البذور السبعة والأئمة السبعة والإمام نافع بن عبد الرحمن الليثي، ووصفه بأنه كريم السر في الطيب، لأنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. الله أكبر. وكما قلت في اللقاء السابق أن لعل هذه الكرامة من كرامات الأولياء، وإن لم يكن أهل القرآن هم الأولياء فليس الله تبارك وتعالى ولي أهل القرآن، أظن والله أعلم هم الأولياء. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. أنت كلما ازدادت يعني الطاعة لله تبارك وتعالى، كلما ازدادت الولاية لله عز وجل، كلما أقبلت على القرآن، كلما أقبلت على ذكر الله تبارك وتعالى، كلما أطهرت يعني قلبك من الكبر والعجب وجميع الأمراض التي يعني يصاب القلب بها، كلما اقتربت من هذه الدرجة العالية درجة الولاية. فإن كنت من أولياء الله تبارك وتعالى تجد في كل موطن وفي كل مكان أو في كل مأزق أو ضيق الذي يدافع عنك هو الله تبارك وتعالى. وقعت في بلاء، وقعت في مشكلة، وقعت في حاجة، حد بيتعبك في حياتك، تجد الله تبارك وتعالى هو الذي يتصدى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، بإذن الله تبارك وتعالى. فهنا وصفه الناظم رحمه الله فقال: فأما الكريم السر، كريم السر في طيب، لأنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. فلما سئل عن ذلك قال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في المنام. الله أكبر، يعني في الرؤيا. وقد اختار الإمام نافع المدينة المنورة منزلا ومقاما له حتى توفي بها سنة 67 و100 للهجرة عن 99 عاما. الله أكبر، يعني مد الله تبارك وتعالى في عمره ومات عنده 99 سنة. الله أكبر. ولذلك يعني أهل القرآن كلما عمروا وكلما أعطاهم الله تبارك وتعالى من العمر تجد يعني لا يذهب العقل، لا يذهب العقل من عندهم. احنا دائما هنا عندما نرى كبار السن ربما تجده يعود كالطفل ولا يعرف أحد، وربما يخرج منه كلمات لا تفهم وهكذا. يعني بنقول بالعامية بتاعتنا المصرية بنقول بقى بيخرف خلاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما أهل القرآن ليسوا كذلك، مهما بلغوا من العمر تجد أن الله تبارك وتعالى يعني يحفظ، يعني إيه يحفظ عقلهم سبحانه جل وعلا من هذا الأمر. ولذلك كنت قرأت في التفسير: ومن نعمره ننكسه في الخلق إلا أهل القرآن. راوية الراوي الأول هو أبو موسى عيسى بن مينا الملقب بقالون لجودة قراءته، الملقب بإيه؟ بقالون لجودة قراءته. وفاته توفي بالمدينة سنة 85 للهجرة عن 85 سنة،
مات عنده كم سنة؟ 85 سنة. الراوي الثاني هو أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش. ليه؟ لشدة بياضه كده، لأنه كان يعني شديد البياض. وفاته توفي بمصر سنة 97 و100 للهجرة عن 87 سنة. الله أكبر، مات عنده 87 سنة بمصر سنة 97 و100. هنا برضو معلومة نعرفها برضو، إن توفي بمصر سنة 97 و100 للهجرة. إحنا بنقول إيه؟ بنقول الأرقام، بنقول الرقم ده إزاي؟ بنقول 197. إنما الصحيح في اللغة العربية والذي كان عليه السلف نطق الحروف باللغة العربية من اليمين لليسار، يعني 97 و100. سبع مش 197، لا 97 و100. وكلاهما صحيح كما حكى لي أحد يعني الأصدقاء ممن يدرسون اللغة العربية. وقد حاز كل من قالون وورش المجد الرفيع بصحبتهما للإمام نافع وقراءتهما عليه. قد حاز كل من قالون وورش المجد الرفيع بصحبتهما للإمام نافع وقراءتهما عليه. يعني طبعا اللي صاحب الصالحين أمثال الإمام نافع يكون مألوفين، يعني بصحبته المجد الرفيع تأثر، يعني فازوا بالإيه؟ بالمجد طبعا. طيب البيت 27، قال الناظم: ومكة عبد الله فيها مقامه، وابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. لو أنت معاك المتن بتاعك في إيديك، لو كتبت فوق هنا كده فوق البيتين ده همت، اكتب إيه؟ الإمام ابن كثير وراوية. ده اسمها ايه؟ بتعمل لك عندك زي خريطة ذهنية، لما تنظر في الأبيات يبقى انت عارف الأبيات بتتكلم عن الإمام مين؟ ابن كثير. الأبيات السابقة لهذا البيت بتتكلم عن مين؟ عن الإمام نافع وراوية، وهكذا. ده يعمل لك خريطة ذهنية ويساعدك على التركيز في أثناء الحفظ بإذن الله تبارك وتعالى. الإمام الثاني والبدر الثاني هو عبد الله بن كثير الداري المكنى بأبي معبد. كانت مكة المكرمة مقامه في حياته ومثواه بعد مماته. كانت مكة المكرمة مقامه في حياته ومثواه بعد، يعني مات فيها واندفن فيها. توفي بها سنة 20 و100 للهجرة عن 75 سنة، وهو غالب القوم أي القراء السبعة اعتلاء وشرفا لإقامته بأشرف البقاع، لأن طبعا أشرف البقاع إيه؟ مكة المكرمة. راوية الراوي الأول وأبو الحسن أحمد بن محمد البزي نسبة لأبي جده. والبزة الشدة بمعنى الإيه؟ البزي البزة اللي هي الشدة. توفي بمكة سنة 55 و200 للهجرة عن 85 سنة. الثاني أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن المخزومي الملقب بقنبل نسبة للقنابلة، يعني قبيلة كانت إيه تلقب بالقنابلة، يعني بيت في مكة. توفي بمكة عام 91 و200 للهجرة عن 76 عاما. وقد قرأ البزي على عكرمة على القسط، وقرأ قنبل على القواس على وهب على القسط، وقرأ القسط على شبل ومعروف، وقرأ كلاهما على ابن كثير. فهنا يتضح، وأنا وضحت الأمر ده في اللقاء الأخير في الأسبوع الماضي، يبقى يتضح من ذلك أن البزي وقنبل لم يلتقيا بابن كثير ولم يأخذا عنه مباشرة، بل رويا عنه بواسطة. ولذلك قال الناظم إيه؟ على سند وهو الملقب قنبلا. على سند يعني كلاهما أخذ القراءة إيه؟ على سند. أنا وضحت هذا الأمر لما قلت أنر وحف وذك، ولله الحمد تبارك وتعالى، يعني أنا الذي يعني أتيت بهذه الرموز التي لم يأتي بها أحد من قبل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك خالصة الوجه الكريم ويتيسر لك الأمر. كنا زمان وإحنا بنحفظ أقعد أحفظ القراء، ده أخذ بواسطة وده أخذ بدون واسطة وهكذا،
واجي بعدها انسى. طب لما نقول انر يبقى اللي ايه اللي اخذه بدون واسطه، تمام. حف وذات وهكذا كما وضحت في اللقاء الايه في اللقاء السابق. قال الناظم رحمه الله: واما الامام المازني صريحهم ابو عمرو البصري فوالده العلا افاض على يحيى اليزيدي سيبه فاصبح بالعزب الفرات معللا. ابو عمر الدوري وصالحهم ابو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. واحد يقول لي خلاص يا شيخ احنا لحد 30 بس النهارده، لا اقول لك كمان عشان البيت 31 ومرتبط بالابيات عشان المعنى بيكمل الرواه او بيتكلم عن الايه ابو عمرو. ان شاء الله تبارك وتعالى الحفظ لحد 30 بس. هنا الشرح الامام الثالث وهو المنسوب الى بني مازن، هو ابو عمرو ابو عمرو البصري واسمه زباد ابن العلاء ابن عمار المازني. وفاته توفي بمكة سنة 55 و100 للهجرة أو قبلها أو بعدها عن 88 سنة. أفاض أبو عمرو علمه الغزير على يحيى ابن المبارك اليزيدي فأصبح يحيى بهذا العلم ريانا. راوية أبي عمرو، يعني الاثنين رواة هما الدوري والسوسي. الدوري والسوسي الأول هو أبو عمر حفص بن عمر الدوري البغدادي، توفي سنة 46 و200 للهجرة عن 94 سنة، وهو أول من جمع القراءات. الراوي الثاني هو أبو شعيب صالح بن زياد السوسي الأهوازي، توفي عام 61 و200 للهجرة، وأخذ كل من الدوري والسوسي القراءة عن يحيى اليزيدي الذي قرأ على أبي عمرو البصري. وهنا انتهى مقرر حفظ اليوم. طبعا دي نبذة بسيطة جدا عن الرواة اللي احنا او القراء والرواء اللي احنا اخذناهم اليوم. طبعا اللي عايز يعني يكون على علم اكثر بذلك يعود الى الايه الى ترجمه القراء والرواه وتاريخ القراء فيزداد علما ان شاء الله تبارك وتعالى. ولكني يعني انا بعتبر ان هذه الدوره دوره ميسره للمبتدئين في هذا العلم، فيعني مش عايزين نشق عليكم بكثره المعلومات. جزاكم الله خيرا. اسمع هذا المقطع يعني اكثر من مره، حاول تدون ملاحظاتك، لو في حاجه فاتتني راسلني وقول لي، او حاجه في مشكله عليك راسلني برضه وقول لي ان شاء الله تبارك وتعالى، لعل الله تبارك وتعالى يوفق لي بالاجابه. دمتم في امان الله والحمد لله رب العالمين.